أعزائي المشاهدين، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله وعلى بركة الله نستهل معكم هذا الفضاء الحر المباشر يوم الجمعة 2 نوفمبر 2012 واللي نستضيف فيها السيد نجيب هنعنا رئيس لجنة المصادرة. سي نجيب أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا، بارك الله فيكم على استضافتكم. يعيشك سي نجيب. عندك ما يقارب السنة على ترأسكم لهذه اللجنة، لو كنت تعطينا فكرة لحد اليوم شنو هي نتيجة أعمالكم وما مدى نسبة إنجاز ما كلفتم به سينجي؟ أنا عينت في أبريل 2012، دونك لحد الآن عندي 7 أشهر من اللي بشرت للأعمال منذ تنصيب على مستوى إنتاج. لحد الجلسة سفارة اللي انعقدت البارح عنا بالنسبة للعقارات صدرنا قرابة 400 عقار و 393، وبالنسبة للمساهمات في الشركات 401 من شركة. هذا بالإضافة مع ثلاث سيارات وصلنا 191 سيارة. برأيك كنت تسمح نستوقفك أنا سي نجيب، قلت لي 400 عقار و 94 401 مساهمات في الشركة، في 401 شركة، 400 شركة دي. لكن الإدارات المختصة مثلا ناخذ مثال الملكية العقارية صرحت عن ما يقارب 280 عقار، أنت تقول لي 400 عقار. طب الفارق بين ما صرحت به الوكالة الملكية العقارية ولجنة المصادرة يعزى إلى ماذا؟ هو على مستوى الوضع العقاري بالنسبة للأشخاص المصادرين، المعطيات اللي موجودة عند إدارة الملكية العقارية مش بالضرورة تستوعب جميع الاستحقاق بصفة فعلية. دونك وقت اللي قمنا عمل تقاطع مع بقية الإدارات اللي تجم طعنا بمسألة الاستحقاق العقاري، من جملتهم وزارة المالية في خصوص تسجيل العقود أو غيرهم، أو القيام بعمل تقاطع المستوجبة، كشفنا اللي فما موش فقط 200 قرابة 280 عقار اللي هي معطيات معروفة عند الإدارة، وإنما أكثر من ذلك بكثير، بما فيهم العقارات اللي تمت في الفارق هذه اللي تم مصادرتهم قرابة 120 عقار، والآتي مازال موجود. وهذا بالنسبة للسيارات، إذا ماذا يعزي هذا الفارق أيضا بالتحديد؟ نفس الشيء، هو من 94 ل 191. أي يعني هو نفس الشيء، سواء بالنسبة للعقارات أو الشركات أو بالنسبة للسيارات، فما فرع معناتها أجزاء معلومة من المستحقات تاعهم وفما أجزاء غير معلومة. المصدر نتاعها هو مثلا في مثل العقارات، فرغم العقارات مسجلة لأنه عندهم عقود اللي مسجلة في قبضات المالية وما تمش ترسيمها بالسجل العقاري. دونك نعتمدوا وقت نستقصوا المعلومه مع وزاره الماليه، اكتشفنا اللي موجودين العديد من العقارات اللي ما وقعش ترسيم بالسجل التجاري بالسجل العقاري. العقاري او بالنسبه زاد فما بعض الحالات اللي لقيناهم عرفوا بالامضاء دون تسجيل لا في قبضه الماليه ولا ترسيم بالسجل العقاري. السجل العقاري خطر يخضع لصعوبات زاد في الترسيم بيدو، اما اراديا او غير اراديا من طرفهم، والامر يستوجب باش يقع الاذن بالتحيين نتاع السجل التجاري او الاجراء عمل تقاسيم قصد التوصل لتلك النتيجه. تلقى منشورين استقصين المعلومات من مصادر مختلفه بما فيهم وسط المحكمه العقاريه بيدا اللي عندهم قضايا المشهور الغادي، او من طرف الاجهزه المختصه كما لا يفاش ولا غيره، واللي بسطتهم هما توصلنا اللي عندهم مكاسب غير مكاسب معلومه وانما مكاسب غير معلومه. هذا ينطبق موش فقط في المادة العقارية وإنما في مادة المساهمات في الشركات، اللي اكتشفنا العديد من الشركات اللي فعلا معناتها موش اللي معلومة من طرف المعلومين من طرف الإدارة، وإنما العديد من الشركات أخرى وعددها كثير زاد اللي 401 أنت قلت. أي وصلنا 401 ومازالت حتى فما تعاطي مع عندنا قرابة تو في الوقت الحاضر 120 شركة أخرى قاعدين تعطوا فيها، وقد يكون ما نعرفوش لأي درجة الفساد مقترف ولأي درجة كانوا واضعين يدهم على الأنشطة الاقتصادية اللي هما لحقت جميع الأنشطة. دونك قاعدين نتعاطاو مع توا في الوقت الحاضر طهرنا فيما يخص كل ما هو معلوم، وصلنا باش توصلنا باش صدرنا الأغلبية نتاع ما هو معلوم من طرف الأجهزة المختصة، لأننا قاعدين نبحثوا زادة على ما هو غير معلوم والطريقة نتاع الكشف على غير معلوم. فما طريقتين، الطريقة الأولى هو التمشيط الذاتي تسمى، هذايا منهجيه نتاع عمل معتمد على مستوى القضاء المقارن ولا الداخلي التونسي او على مستوى الاجهزه المختصه حتى على المستوى الدولي ادارات او مؤسسات دوليه ولا غيره. التمشيط الذاتي هذا يسمح بالقيام باجراء عمل تقاطع للتوصل لتلك النتيجه، ومازال معناتها البحث جاري قد نتوصل لنهايه العمل المتعلقه بالمكاسب المتعلقه بالاشخاص هذوما المصادرين من هنيك ان شاء الله قدره الله الموفى سنه. اما راهو مع الثروه موجوده
ومعناتها المنهجيه نتاع العمل المختاره جابت نتائج. احنا تو في قاعدين نطبقوا في التكنيك بروسيديرال هذه نتاع الكشف على الحقائق، التقنيه الاجرائيه هذه الكشف على تلك على الحقائق كما الاستحقاق نتاعهم بالطريقه هذه نتاع المنهجيه الذاتيه. تو باش نتعداو المرحله نتاع التمشيط الموضوعي مع البحث الحقيقة عن حقيقه الاستحقاق. قمنا وتيتر دو تيست بعينتين فيما يخص العقارات المسجله مثلا في جهه قمرط اللي هو معلوم عندهم ثلاثه فيلات اللي كانت في الاصل هذوما معلوم من طرف الاداره واللي اكتشفناهم واحده منهم. دونك وقت مشينا على المكان توجهنا واستقصينا بواسطه الاجهزه المختصه عندنا نستقصيو معلومه من جميع المصادر دونك توصلنا للكشف على العديد من العقارات اخرى اللي موجوده في جهه قمرط ولا حتى في جهات اخرى. توجهنا في مئات العقارات زاد الغير مسجله واللي هو في الوقت الحاضر عندنا 400 وعندنا 54 عقار هامين جدا، واحد منهم يمسح قرابه 600 هكتار موجوده في قلعه لندس، وفما واحد يمسح 361 هكتار في الحمامات. وعلى كلمتك الثروه على الثروه وعلى كلمتك الثروه موجوده وانت تحكي على في هذا المجال، هنالك سياره ايضا ممكن كانت تستعملها ليلى بن علي وقيمتها 9 مليارات. صحيح هو 9 مليون دينار. اي صحيح هو تو في مد سيارات اللي كانوا معلومين من طرف الاجهزه المعنيه بالامر الفنيه فما في الاصل 94 سياره تو توصلنا ل 91، لكن من جمله السيارات اللي اكتشفناها فما برشا سيارات اللي عندهم قيمه كبيره برشا ماليه، منهم سياره نوع سانتيغان هذه اللي تمت مصادرتها في الاسبوع الفارط واللي القيمه نتاعها تناهز ذلك المبلغ 9 قرابه 9 مليارديرات. يبدو ان حتى البارك بتاع السيارات اللي وضع تحت امرة ليلى بن علي يقارب سومه ل 20 مليار هكا ولا موجودين. اي ما احنا انا تو بصدق اثناء التعطيه مع ذلك مش دينار كي مليار، العبره في التوصل النتيجه معناتها النتيجه اللي توصلنا لها الحمد لله معناتها ترى حتى على مستوى طبيعه الممتلكات اللي تم مصادرتها سواء من عقارات او مساهمات في شركات او على مستوى المنقولات معناتها كبيره واللي تنجم معناتها تفيد البلاد والعباد وخاصه في المرحله هذه الانتقاليه ومتطلبات الشعب التونسي. لكن الامر يستوجب معناتها المرور بمسالك اداريه قائمه ومسالك قانونيه ما زالت قائمه لحد الان موجوده واللي مقاش النظر عند القضاء في مراجعتها ملامه المرحله الانتقاليه هذه. ودونك على هذاك فما طرف بط في البت فيهم، لكن احنا بعد ما ناخذ القرار تاعنا المصادره نحلوها على لجنه التصرف اللي هي ليها الامر مقول. انا جاي للموضوع هذا في معناتها في البت في ذلك ويهم الاختصاص تاعها. سي نجيب تعطينا طريقه العمل داخل اللجنه وشنو هي المقاييس المعتمده في التمييز بين الاملاك المشروعه والاملاك الغير مشروعه؟ احنا في طريقه العمل حال مدرسة اللجنه وقع ارساء منهجيه تعمل تقتضي التخصص في الميدان اللي باش يتعهد به وفق ما اقتضاه المرسوم تاع المصادره بيدو اللي هو جزء معناتها المكاسب هذه الى ثلاثة انواع العقارات والمنقولات ايا كانت ثم الحقوق الماليه الموجوده في الشركات. دونك عملنا خلايا داخليه اللي تعنى بذلك، حطينا فيهم الناس اللي اولا اهل الذكر اهل الاختصاص واثنين اللي هم راضيين باش يخدموا ذلك العمل. دونك وعندنا الخليه رابعه اللي خليه نتاع النزاعات خاطر اثناء تعطينا مع تلك المهفات الامر يستوجب احترام شكليه ثم اجراءات ثم عند القضاء القواعد الاصليه ويستوجب معناتها احترامهم ويمر ذلك عبر خليه النزاعات. بالنسبه هذه على مستوى المنهجيه نتاع العمل واللي اتت باكلها معناتها على مستوى النتائج والدليل على ذلك النتائج الموجوده. يبقى الفرع الثاني مسؤول اعتذر الاموال الفاسده والاموال والغير الفاسده وعداء الميراث. احنا المشرع في الفصل الاول المرسوم كان واضح ويرطوا واضحه واش قال؟ هو قال هالناس اللي باش نذكرهم اللي هو المخلوع وزوجته ثم البقيه اللي ذكرهم 112 شخص يعني 114 الجمله قال هذوما صدروهم في جميع المكاسب نتاعهم عدا الميراث ثم فيما بعد معناتها المرسوم عدد 47 بتاريخ لاحق قال استثنوا منه الميراث. دونك اللجنه وقت تعاطى مع المكاسب نتاع الاشخاص اللي هما 114 شخص وقت تعاطى معاهم تصدر لهم جميع المكاسب نتاعهم الا اذا ثبت لديها انه متاتي من الميراث او تم الدفع من طرف المعني بالامر عند القضاء جاب صفه مسبقه للجنه
وعارض وقال انا هاو عندي ما يثبت لي هالمكسب اللي انتم قاعدين بصد تعطي معه ممكن باش تعطوا مهر ومتاتي ميراث وقدم ما في ذلك، خاطر التطبيق في 47 يستوجب سبق تصريح بذلك لدى اداره الماليه وتقديم ما يفيد ان المورث نتاعو قال ذلك الميراث من قبل 87. دونك بالنسبه لنا وقت تعطى من الملفات في خصوص 114 شخص نصادروا جميع المكتسبات نتاعهم عدا اتى الميراث، هو المشرع باختيار منه قدر انه جميع المكاسب نتاعهم فيهم قرينه قانونيه قاطعه ما تقبلش الاثبات العكسي على اساس اللي هما فاسدين وما استثنى منهم دونك الميراث. على هذاك نصادروا احنا جميع المكاسب نتاعهم بصرف النظر على طبيعتهم مشروعه او غير مشروعه. المشرع معناها ما حصرهاش في الاملاك الفاسده فقط. لا هو قال تصادر املاك هذوما وثم فيما بعد استثنى وذكرهم، يعني صادر شخص في جميع المكاسب نتاعه ثم بمرسوم عدد 47 استثنى منه الميراث. بار كونتر الفرع الثاني علاش بقى تزه نتاع الفصل الاولى والجزئين. الجزء الاولاني يتعلق بالاشخاص هذوما المذكورين في المرسوم واللي هي القائمه نتاعهم غير حصريه بصريح النص خاطر قالوا غيره. دونك طلب منا باش نصادروا المكاسب نتاع غير 114، لكن اثناء تعطينا مع غير 114 خذينا احنا قرارات مبدئيه من طرف لجنه المصادره واللي تمثل في تحديد المقاييس اللي يلزم يقع ملاحقتهم هذوما الغير غير 114 شخص. حددنا المقاييس معناتها اربع شروط وكان ترشمنا ثم اثنين على خلاف الاشخاص هذوك المصادرين اللي مذكورين في المرسوم عدد 114 اللي حتى شيء يوجب علينا واللي خلوا لنا حتى باش يمارسوا حق الدفاع قدامنا بالنسبه لغيرهم باش نمكنوا من حق الدفاع. اولا باش نعطيهم فرصه لعل عندهمش ما يثبت اللي على خلاف الاستنتاج اللي تنجم تعمله لجنه المصادره ينجم يثبت اللي هو مش متاتي من الفساد. ثم احنا في الثلاثه مع عناصر هذوما تم تبنيهم بجميع طرف لجنه المصادره يتمثل في اللي باش يلحقوهم في حدود الفساد، ما اكثرش من فساد وما اقلش من فساد، مش كيما ال 114. هذايا فيه خذينا قرار مبدئي فيه، اولا بور اتينيي لا ريغور دو لا لوا بيدو الساعه من جهه، واثنين تطبيق للمواثيق الدوليه والقواعد العدل الانصاف، ثم ثلاثه المبادئ نتاع الثوره تقتضي ورساء معناتها المجتمع الجديد عند القضاء قوامه العدل الانصاف يقتضي اللي باش يقع ملاحقتهم في حدود الفساد ما اكثرش من فساد، خطر اذا باش يلحقوهم في المكاسب الشخصيه متاتيه بصفه مشروعه باش يقع اثراء خزين الدوله بصفه غير شرعيه، يعني في اثراء غير بدون سبب قانوني، ولكن نلحقوهم في حدود الفساد ما اكثر مش فساد لكن ما اقلش من فساد، يعني ما اقلش من فساد علاش خطر فيها عفاء باش يتسمى غير قانوني، دونك باش يلحقوهم في حدود الفساد والامر يستوجب في تلك الحاله معناتها الاعتماد على المقاييس الدوليه والسناس بفق القضاء التونسي والمقارنه عند القضاء وهي فنيات تقنيات اجرائيه وفنيه زدبيد وتستوجب القيام بها في المرحله، لكن هذوك مبادئ تبنيناها في انتظار الراتيساج توتال اللي باش نعملوها بعد ما نكملوا عمليه التمشيط بالنسبه لل 114 شخص، خاطر المنهجيه العمل تختلف في فرع ثاني معناتها حتى منهجيه العمل داخل اللجنه المصادره باش تكون مختلفه خاطر باش تركز على وش خصوص على الابحاث من جهه تكوين الملفات ثم عند القضاء المصادره، دونك مصادرهمش مباشره كون ملفات ونسعيهم للدفاع على انفسهم عند القضاء. عددت قداش ممار القائمه فيها 114 وانت جيت لقيت القائمه موجوده ب 114، سالت سي نجيب نهار من حددها هذه القائمه وعلاش 114 وعلاش فيها اربع وزراء فقط؟ هي بصدق انا كقاضي اعتذر على الكلمه مالوريزمون جو سي اوبليجي دو لو رابلي، انا قاضي ودونك ولفت اللي نطبق مجهول باش نطبق قوانين ونحترم مبدا التفرقه بين السلطات خاطر لكل سلطه موكول لها حدود اختصاصها، السلطه الشرعيه تسن القوانين والسلطه القضائيه وهو ما تعودت به تطبق القوانين والسلطه التنفيذيه كذلك. دونك هذا مرسوم الامر موكول للجنه المصادره باش مش موكول وانما مذون لها باش تطبقه، لانه اثناء تعطينا مع الاشخاص هذوما ثابت انه الاشخاص اللي ذكرهم مشرع على وش خصوص منهم معناتها من المخلوع وزوجته حتى الحد نتاع 108 شخص هذوما الثابتين يعني الطرابلسيه والبقيه العائله نتاع بن علي الاقارب والاصهار نتاع المعنيين بالامر هذوما اثبت اثناء تقصي الحقائق اللي قمنا به معناتها على مستوى
الحاله الاستحقاقيه نتاعهم ثبت اللي فعلا فما حاجه، ولا ما عندوش مكاسب دور زين على ذكر الموضوع هذا المخلوع. لقينا اللي عنده زيتون موجود في حمام سوسه يورث منه من بيت شاع ومتاتي ميراث قبل 87، القانون نتاع الميراث ينطبق عليه، خذينا قرار بعدم مصادرته، قاب ما زاد على ذلك المكاسب صدرناهم ما تردناش مصادرتهم. هذوما عموما دونوسام على ما ثبت من الابحاث اللي موجوده ما عندكم ما عندهمش مكاسب شخصيه، وانما معناتها متاتي ميراث او مكاسب شخصيه ريغولير، الاغلبيه نتاعها وقع تكوينها بمناسبه ممارس السلطه واثر ممارس السلطه. دونك هذوما ناس في الاصل عديمي المكاسب، ما عندهمش مكاسب اصليه. وقلت عموما ودونك تم على ذلك يعني مقتضاه المشرع مطابق للحقيقه، هذا من جهه، ثم من جهه اخرى اعتقد اللي المشرع وقت جزاهم هو جزاء مدني بملاحقه جميع المكاسب نتاعهم سواء المشروعه او الغير مشروعه، كان الهدف منه هو تحميل المسؤوليه على الاخطار ارتكبوها في حق البلاد والعباد. دونك ترتيبا لذلك خلط الذمه الماليه بين ما هو مشروع وغير مشروع وطلب من المصادره تاعهم. هذا فيما يخص ال 180 وهو ثابت قطعا عنا لا اشكال فيه. يبقى في خصوص الاربع اشخاص اللي تم اضافتهم وهم كبار مسؤولي الدوله اللي شاركوا بن علي في السلطه ومعروفين من غير ما نذكر الاسماء، معناتها ما نحبش نذكر الاسماء، ثبت اللي زوز منهم ثبت اللي بالمجد عندهم فما مفيد اللي كسبوا مكاسب غير مشروعه، لانه ملزمين احنا باش نطبقوا القانون، ودونك تم خلط ذمه ماليه على ذلك الاساس وتم مصادره المكاسب نتاعهم. فما واحد ما نجمش نذكر شخص خاطر ما نجيش، ثبت اللي اثناء تعطي الملف وين كنا صدرناها راهو في جميع المكاسب نتاعو اللي موجوده واللي بلغت المعلومات حوله او اللي تم استقصاها والكشف عنا من طرف لجنه المصادره. فما واحد منهم وقت اللي ثبتنا على ما يبدو معناتها المكاسب نتاعو اللي هي مش كثيره دور مش كثيره متاتيه من مصادر المشروع، ما نستغربوهاش اللي تكون متاتيه حتى من الاجور نتاعو، كان مسؤول بصفه كبيره لمده كبيره، ودونك ماهيش هامة لدرجة اللي تلقى ديسبربورسيون كبيرة بين القيمة نتاع المكاسب هذه والمداخيل نتاعو. دونك لكن احنا اوني لا بور ابليكي لا لوا، أكثر أقل نطبقوا القانون طبقناه. بقى في الفرع الثاني بما أنه الأمر فما فيه ممارسة للسلطة التقديرية ما ترددناش باش طبقنا قواعد العدل الصاف والمواثيق الدولية وباش نلاحقوا البقية معناتها لغيرهم في حدود الفساد، ما اكثرش من الفساد ما اقلش من الفساد باش مكنوهم الحق الدفاع، وهذا معناتها هذا ما ترتضيه الثوره التونسيه وهذا ما يرتضيه الجيل الجديد وهذا ما يبغي يرغب فيه الشعب التونسي. واضح سينا جدا. نواصل معك الحوار اعزائي المشاهدين بعد هذا نتواصل معكم من جديد اعزائي المشاهدين مع ضيف السيد نجيب هنان رئيس لجنه المصادره. سي نجيب، صدر امر في 31/2012 باحداث المجلس الاعلى للتصدي للفساد، وحسب علمنا لم يتم تفعيل هذا المجلس الا ممكن في المجلس الوزاري الاخير اللي تم التأم يوم الثلاثاء الفارط. لو تعطينا فكره حول تركيبه هذا المجلس، اختصاصه واهدافه. هو شكرا على السؤال. هو المجلس اولا من ناحيه المشروعيه نتاعو جاء ملام من الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد، وجاء يعنى على وجه خصوص معناتها لم القوام تاع اللجان واللي قصد تجاوز الصعوبات اللي قاعده تعرض لها، وتم احداثه اللي قصد احداث تصورات عامه حول مقاومه الفساد. دونك على ذلك هذه معناتها الاسس اللي على اساسه تم انشاؤه وغيرهم من تركيبته دوك تركيبته اللي بالطبع هي لاداه للتركيبه. على ذلك التركيبه فيها سيد رئيس الحكومه هو التراس اللجنه اللي هي العليا، والمجلس الاعلى للتصدي للفساد، ثم فما سبع وزارات، ثلاثه وزارات سياديه، وزير العدل، وزير الداخليه، وزير الخارجيه، ثم وزاره العداله الانتقاليه، ووزاره الماليه، وزاره العدل بالطبع، وزاره الماليه. معناها السلطه القضائيه موجوده ضمن هذا؟ لا هذه السلطه التنفيذيه. في خصوص هناك غياب للسلطه القضائيه داخل هذه المجلس ماذا؟ هو في التركيبه موجودين ذوما موجودين رؤساء اللجان، ثم موجودين خمسه نواب من المجلس التاسيسي، وموجود ممثل عن المجتمع المدني وخبير مالي مختص
دونك لانه معناتها بالنسبه للسلطه القضائيه كسلطه قضائيه كقضاة ماهوش موجودين في حين انه هي المتعهده بجميع الملفات فيما بعد، معناها كان من الاجر ان يكون معناها متواجدين متواجده السلطه القضائيه داخل هذا المجلس. هي 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 مساله اختيارات والامر مو كله غير يعني فعلا على مستوى السلطه القضائيه غير مش موجودين قضاة. انا موجود كرئيس لجنه ابو صدر القاضي قال كان معناتها الامر مقول للسيد رئيس الحكومه على وش خصوص باش عند القضاء انا راه فيها فائده على ضوء ما تسال سيادتك انت فيه راه فيها فائده باش يقع تشريك السلطه القضائيه ما نبدا ارتفق بين السلطات ما يحولش دون تعاونهم بل بالعكس التعاون هو الباز اللي على اساسه يقع تفرقه بين السلطات دونك علاش خاطر الاهداف هي بيدها والعبره في معناتها المحافظه على المصالح العليا تاع البلاد تاع النظام العام المالي والاقتصادي دونك تصور تشريك السلطه القضائيه في الاعمال نتاع المجلس للتصدي للفساد مع ضروري الراهب صحيح وينجم يكون في فائده برشا اولا اعتبارا للخبره والاختصاص ثم للطبع معناتها مبدئيا للتصورات العامه في خصوص العمل الزجري والعمل الوقائي عند القضاء لمقاومه الفساد خاطر في دوبل فولي دونك المجلس هذايا بشانه خاصه بمتابعه الاعمال التاليجه على وش خصوص تحكي على اللجان المجلس هذا مش باش يمس من 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 استقلاليه اللجان كما لجنه المصادره لجنه استرتاع الاموال لجنه تقصي الحقائق مش باش هو 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 مبدئيا لا اولا ساعه خاطر اللجان وقلت تم مرسا هذه كوريفا معناتها المشروعيه نتاعها تسمد من الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد اولا وسنين التنظيم نتاع اللجان في حد ذاته داخليا يجعلها تكون قويه معناتها وتحول دون معناتها المساس من استقلاليتها وثلاثة النص القانوني بيدو اللي تم مقضاه أحداث هذا المجلس في عند ما حدد الموضوع نتاع العمل تاعو ما حدد الموضوع نتاع العمل ما, ما ما في حتى شيء يفيد اللي فما إمكانية مساس من الاستقلالية نتاع اللجان هو لا والله بالعكس جاء باش يدعمها يتابع العمل تاعو عند القضاء دعمها على جميع المستويات على المستوى المالي واللوجستي وعلى مستوى التصورات بيدهم عند القضاء دونك ما نعتقدش اللي باش يقع معناتها مساس علاش خاطر عندنا التزام دولي هذه الاتفاقيه الدوليه لمكافحه الفساد هي قانون داخلي تونس مصادق عليه من طرف الدوله التونسيه من عام 2008 والقانون عدد 16 دونك بالعكس جات تستجيب للمرحله وفيه فائده كبيره حتى للاعمال التاليجان وينجم يفعل انتاج في اقرب الاوقات وخاطر هذاك يسمح التعاون بين السلطات باش توصل المستهدف من النصوص القانونيه والتشريعات الموجوده لغرض مقاومه الفساد. سي نجيب اول ما توليت رئاسه اللجنه حليت باب عدم التتبع الجزائي بالنسبه للي يجي ويصرح ويقول انا عندي املاك يعني بطريقه غير مشروعه وكما قلت يعني ما يخليش القانون يتبعه جزائيا. اليوم باحداث ولا بتفعيل هذا المجلس الاعلى ماذا عن امكانيه الصلح؟ بعلاقه بال 114 به وصل لي فيما يخص ال ديجا هما التخصص نتاع اللجان كل واحد متخصص في رايه تو انا نعطيك المثل اللي يهمنا احنا على مستوى لجنه المصادره ساعه ساعه تعرضوا لصعوبات فنيه اللي تستوجب اللجوء لغيرنا باش ينجم ياخذ القرار نعطيك زوز امثله منهم سؤال الفرع اللي يتعلق بالسؤال اللي طرحته سيادتك الاولاني مثلا تلقانا عن عقود جاريه عقود موجوده نتاع مجرد التزامات شخصيه كيما عقود بالبيع لا نجم نبتوا فيهم احنا يا اخي باش نصادروا فلوس ولا باش نتموا البيع كيف باش نتموا البيع مع نتاع الاشخاص المصادرين مع غيرهم كيف باش نتموا البيع ما عندناش باش يخلص ويلزم لجنه التصرف ولجنه التصرف باش تخلص ولا لا مشكل ولو كان باش نفسخوا زاد العقود بلوتون نفسخوا العقود ديجا الاختيار مش بالضروره صايب صار ساعه تلقاهم موضوع متتعاقد بيدو عنده اهميه كبيره ياسر سو كيفاه الامر يستوجب باش تجد مجلس فعلا كيما المجلس اعلى باش يبت في ذلك في تلك المسائل خطر فيها تداخل نتاع عناصر قانونيه وعناصر ماليه فما الامر نتاع مثلا ناخذوا الكا نتاع مساله المصادره اللي باش يقع تفعيلها في نطاق الفرع الثاني وهي علاش خاطر الموضوع من هو باش يسخصوا نتيجه الامر لازم يكون المجلس الاعلى فعلا هو اللي يتعهد بهم خاطر المسائل تتجاوز الاختصاص تاع كل لجنه على حده. فيما يخص تفعيل الفرع الثاني تو ناخذ الكلام تاع مساله العقارات حدائق قرطاج اللي هو تجبد عليه من قبل وهو معلوم. يا اخي على مستوى حدائق قرطاج تم احنا تو متعهدين بملف ودونك والكافه على العلم بهم.
لقينا فيه وضعتين، الوضعيه الاولانيه تم الناس اللي ما يجوزش المصادره بتاعهم باعتبار المستحقين الاصليين تدارك العقار، وتم تجاوز ذلك على اساس اللي هما ملمول تم انتزاع لفت المصلحه من تدارك العقار وقع رجعوا لهم. بقى بالنسبه للباقي التضحي اللي كونوا شراوا معناتها المقاسم نتاعهم قيمه ماليه اقل بياسر من قيمه حتى من ثمن التكلفه، شارين 100 دينار 100 مربع، والحاله لان قيمه ثمن التكلفه 220 دينار، والعقار زمن تعاقد يتجاوز القيمه نتاعو على ضوء معنا من السقسيات تقريبا 500 دينار، يعني فما فارق 400 دينار بين بين الثمن المتفق عليه واللي تم دفعه فعليا والقيمه الحقيقيه نتاع العقار. هذوما بالنسبه لاتخاذ القرارات في خصوص يندرا نصدروهم الكل وعند القضاء يقع رجع فلوس ليهم، او يقع طلب خلاص الفارق في الثمن من عدمه يتجاوز بصدق بعض الاختصاص درجه مصادره، سو كيفاه يلزمنا نعيطوا لهم ونثبتوا، واذا ثبتت الشروط نتاع المصادره متوفره فيهم اتخاذ القرار، خاطر يهم برشا ناس وما يهمش كل الحاله هذه نتاع حدائق قرطاج غيرهم من المتقاسمين كامل الجمهوريه او بقيت يلزم يقع معناتها تشريك كما خاصه على وجه خصوص المجلس الاعلى اللي باش ياخذ قرار مبدئي في خصوص الموقف اللي يلزم يقع اتخاذه منهم. يا لندرا نصدروهم وعند القضاء يتعادوا بيرجع الثمن للناس خاطر بريتو دفعوا اموال، الا ولا يقع التعاقد معهم مع الزامهم يدفع الثمن، وشنو هي الطريقه اللي لازم يقع اتباعها؟ فما من جهه راهو تعمل وفما حتى طرق نتاع التقييم ونتاع اتخاذ قرارات اللي عندها فيها مراجع دوليه قال الناس في القضاء التونسي والخارج يزد البرة عنده اهميه. لكن عموما انا من ناحيه المبدا معناتها من راح حتى اشكال ما عنديش مشكل على مستوى الصلح سواء بالنسبه لل 114 شخص او غيرهم. علاش؟ اولا من المطلق ديني خاطر تو حتى في القران مذول لنا الخلق عز وجل قال ان الصلح خير وابقى، ثم على مستوى اليه الصلح معمول بها من طرف جميع الادارات في العالم ايا كانت ومهما كانت الوضعيات، صلح من طرف الاداره في خصوص في مهمه سواء قبل النزاع اثناء النزاع او بعد النزاع من حقها باش الاداره تصالح، ودونك سواء الامر تعلق ب 114 او غيرهم او غيرهم مساله المبدا نتاع الصلح حتى شيء الى حول. وبالنسبه للي باش يتعاطى مع ذلك الملف ماهيش لجنه مصادره ولا لجنه تصرف ولا غيره، بصدق اللي نجم يتعاطى مع كان يلزم الناس اللي عندهم تصورات عامه على حسن سير الامور تاع البلاد وحسن سير تسيير شؤون نتاع الدوله، واللي عندهم تصورات قويه ومستلهمه عند القضاء من التجارب نتاع الطرف الاخر من الغير، ودونك معناتها المجلس وقت لقاء احداثه قد يكون في فائده من راه معناتها بالنسبه لي معناتها بالنسبه لمساله مبدا الصلح من راه حتى اشكال فيه. بقى فما قبل الصلح فما اليات محاسبه يلزم يقع توفيرها من طرف الاجهزه او الوزارات او اللجان او بالتنسيق والتعاون بين مع تشريك السلطه القضائيه عند القضاء في الغرض لغرض وصول النتيجة بعد المحاسبه بجرى الصلح حتى شيء، ولا بالعكس هو افضل ضمانه للقيام بعمليه المحاسبه والصلح داخل هذه الهيئه، خاطر خاصة إذا يقع معناتها إدخال السلطة القضائية فيه لإكساء معناتها الصبغة الرسمية بصفة مطلقة على اتخاذ القرارات من جهة والاحتجاج بها على الكافة بما فيهم على المعنيين بالأمر ولا غيره لضمان الشفافية المطلقة في الأعمال. ودونك هي مؤسسة تكون قائمة قيمة الذات منذ أحداثها تو وباش تقعد تخدم على ما يبدو كمؤسسة بصفة دائمة، دونك فيها فائدة كبيرة ياسر باش يقع معناتها النقاش واتخاذ القرارات داخل مجلس القضاء، خاطر الموضوع هذا نتاع الصلح المحاسبه والصلح تجاوز الاختصاص مش فقط نتاع اللجان فقط وانما تجاوز الاختصاص تاع كل وزاره على حده، دونك يلزمها كما هو موجود هذا المجلس اكثر حتى في التركيبه نتاعه اللي معناتها قويه وفيها ضمانات في حد ذاتها بتركيبتها متضمن الشفافيه واللي هي عندها تصورات تجم تحددهم في اتخاذ القرارات الملائمه في خصوص مساله المحاسبه والصلح عند القضاء، والامر موكول معناتها للمجلس في اتخاذ كل تركيبته في اتخاذ القرارات طبعاً. سي نجيب بماذا تفسر اليوم تعثر في عمل لجنه استرجاع الاموال بالخارج؟ والله تو انا اليفري وان كان اولا نسعى الموضوع يهم اختصاص غيري ولا اللي تراس لكن اكيد عندك فكره نجم تفيدنا السيد اي الجوفرنور لا بوكس سنترال. دونك اولا حتى كان باش نبدي بدي راي انا معناتها كان
فما ترابط في الاعمال الموجود من بيناتنا، الا انه على مستوى ما يقولوه مع تتوى عند العامه عند عموم الناس اللي فما فعلا ما على مستوى النتيجه يقولوا ما تمش استرجاع نتاع الاموال الموجوده بالخارج. الامر موكول اولا للجنه الماليه الامر التفكير بصفه جديه حول الوسائل الكفيله معناتها التوصل الى النتيجه المستهدفه من النص، وعند القضاء في اعاده حتى التفكير في ما عرفش ارسال استراتيجيه اخرى للمناضله لحقوق الدوله التونسيه في خصوص المكاسب الموجوده في الخارج. والامر يستوجب كذلك دور المجلس الاعلى للتصدي للفساد اللي وقع احداثه، نعتقد اللي في نطاق التشاور والنقاش داخله قد يتوصل الى حلول عمليه اللي ان شاء الله قدره الله باش اقرب الاوقات توصل للنتيجه اللي باش تجم مع الدوله التونسيه تسترجع المكاسب نتاعها الموجوده في الخارج. وهذا يستوجب فنيات على المستوى القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص مع تشريك الكافه، خاطر هذه مصلحه عليا البلاد ومصلحه عامه اللي فيها الناس كل داخل الاستنارة بأهل الذكر في الموضوع، سواء مؤسسات دولية وحتى الأساتذة المختصين في القانون في ذلك تستانس بهم السيد رئيس المجلس الأعلى، حتى شيء القانون يبيح له باش يستانس كل من راى فيه صالح حتى داخل المجلس باش برايه حتى في اتخاذ القرار المناسب في غرض السماح. سي نجيب، أنت أكيد اطلعت على حجم ممكن الفساد، بدون احراج تنجمش تعطينا ولو بسطه صغيره بدون ذكر حتى الاسماء حول اهم ما لاحظت، اهم الحاجات اللي قاعدوا اليوم في الذاكره بتاعك من حجم الملفات اللي تعدات امامك واللي قيد فيها يعني حاجه ما يصدقهاش العقل ممكن. والله من جملتهم صغيره اللي حكيت الكلام تصديق، انا ما بصدق من نهار اللي تعت باللجنه بما ان القضاء احنا ما نتعهدوا كان في حدود ما هو يدير لنا، ما كنتش تصور المجتمع التونسي الموجود فيه سو كيفين نصدم بصفه كبيره ياسر. كل يوم راهو اللي تحكي فيه معناتها المقصود من السؤال تاعك، كل يوم قاعد نعيش فيه هنا، كل يوم نعيش في نفسه صدمه ولكن فرحه، صدمه من راه فين وصل لدرجه الفساد في المحتوى نتاعه في الاساليب المستعمله، وفرحه في اخر المطاف هذوما ان شاء الله كل المال تاعهم هو اثراء خزين الدوله اللي فيها الشعب التونسي عموما. مانيش نعرف في السياسه، نعرف في القانون دونك موجوده الثروه الحمد لله، اما بقى على مستوى ما تم ارتكابه من مدار انا من كي دينار كي مليار، ودونك ما نوليش اهميه كبيره ياسر للموضوع المالي، نولي اهميه للمبدا دونك الاموال الموجوده، وكي تو الجهات المعنيه بالامر تتقيمها عند القضاء وتقدر شنو الطرق الانجع للوصول للنتيجه باش في اخر المطاف يستنفع بهم الشعب التونسي في اقرب وقت. لكن الاشكال شفت الوسائل المستعمله من طرفهم، اعطيك مثلا مساله الشركات، مثلا حاجه تهجنا بها الفتره الاخيره الشركات الهامه شو عملوا لهم؟ هم يكونوها ومن غير ما رسموها في السجل التجاري، سو كيفاش ينتفعوا مرتين؟ ينتفعوا باللي ما يعلم بهم حتى واحد واثنين، ما يتحاسبوش مع الدولة وتمارس نشاط كبير وتجيب فيه أموال كبيرة. شركات معلومة واكتشفناهم، ما نحبش نذكر الأسماء ولا غيره، واللي هامة جدا وعندهم قوة اقتصادية في البلاد وعندهم أهمية. فما شركات زادة اللي لقاهم مارسوا نشاط وقري اكتشفوا النشاط نتاعها قوي ينحيوها من السجل التجاري، والحال أن هي ما زالت متمادية وقاعدة تخدم وتمارس النشاط وتدخل فلوس كبيرة برشا، ثم يعدموها من وجود الشركة الأصلية في السجل التجاري وحتى للكافة تولي غير معنية، كيفية فما استحالة مادية حتى على المستوى القانوني من طرف وزارة المالية لملاحقتهم باعتبار اللي تم اندثارها بموجب القانون بما انه قاعد تشطيب عليها من السجل التجاري. شو عملوا لها؟ يولدوا منها شركات أخرى واللي هي أقوى منها. الشركات اللي يقع للسوستيفي هذوما ينحيوا المار ويعملوا السوستي لي فيليال، فيليال هما السوسيتي كامله وتلقاهم القوه بتاع كل واحده منهم اقوى من الشركات هذيك، ولكن هذو ما عندهمش وجود على المستوى القانوني في السجل التجاري. كيف اكتشفنا شركات من نوع هذا من جهه ومن جهه اخرى؟ انا خاطر قبليك الكلام كان على عقارات، خلينا نتكلموا توا كان على الشركات. فما شركات لقيناهم عندهم تربط دولي في جميع الانشطه الاقتصاديه الدوليه وفي جميع معناتها سواء في اوماتيير ترونسبور ماريتيم وايريا ولا في ماك البترول ولا غيره، دونك وكونوا شركات مع توهميه شركات واجهه، شركات معطى التعاطى في أنشطة اقتصادية مختلفة بجميع الدول في العالم من أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية حتى لغيرهم. دونك أخي من جملتهم مش عاملين بنك فرع تاع بنك موجود في الكوت ديفوار بيدها، دونك معناتها كل ما فما إمكانية لوضع يدهم عليه ما تردوش وضع يدهم عليه باعتبار تونس بلد مفتوح طبعا وبلد عنده التزامات دولية صدق عليها،
وبلد زاد ما تستغلوا معناتها حتى التعاون الدولي الموجود على جميع المستويات في وقت اللي باش يخدموا فيه لصالح البلاد والعباد مالوريزمون استاثروا به لخاصه انفسهم. سو كيفي وقعت دي تورنمون كبار مالوريزمون تفلوس للخارج. اما المهم النتيجه توصلنا لها وقت اللي صدرنا الشركات هذوما مثلا نو سيلمون وقع اثراء الخزينه الدوله التونسيه ميزوكور اللي فرحان به حقيقه هو في اللي تم ضرب الوسائل اللي يستعملوا فيها واللي لو كان ما صدرناهمش لحد الان بقرا واصلوا معناتها بالقوه والنفاذ على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي في وسط البلاد. دونك وقت توصلوا النتيجه لمصادراتهم نمكنوا وزاره الماليه مش فقط من ذمه الماليه نتاعهم ميزوكور من دروا دروغار دو كونترول تعرف دو كي دو كوا يساجي تعرفهم الناس هذوما وتدخل في وسطهم. دونك العين تاع الدوله تولي تدخل لغاديك. اي وقت توصلوا النتيجه هذه دونك فما امكانيه لضرب الوسائل المستعمله اللي اساءت للبلاد والعباد. وهذه من جمله الحاجات اللي اكتشفناهم كبيره. فما اشياء نجم نصرح بها فما اشياء نحتفظ بهم من المحبب لاسباب كثيره نحتفظ بهم ما نجم نصرح بهم حتى عند عامه الناس. سي نجيب قبل ما نختم معك نعطيك الكلمه الحره في هذا الفضاء الحر ايش تقول؟ قول تحيا تونس. شكرا لك السيد نجيب هنان رئيس لجنه المصادره بارك الله فيك على حضورك معنا وعلى قبولك الدعوه ان شاء الله في فرصه قادمه. اعزائي المشاهدين الى هنا انتهى توقيت برنامج الفضاء الحر لهذه الليله. متابعه طيبه لبقيه برامج قناه حنبعل الى ان نلتقي لكم منا اجمل التحيات وتصبحون على خير.